استغلال النفوذ، باقي الاحتكار، وباقي سيدي القضاء ما كيخليوش يشتغل. المغاربه علاش كيهضروا؟ المغاربه كيهضروا على المعقول. انا شي حاجه قال لك سيدي غادي يعطيو 20 غيعطيو 20000 ريال للمسنين، ما شفنا منها غير البرق. قال لك غادي نسقفوا الاسعار، زادوا علينا في كل شيء. على هاد الناس سمح لي، بغينا المؤسسات ديال البلاد يكونوا على راسها ناس اللي هما اكفاء ويكونوا نزهاء ويكون القلب ديالهم على هاد البلاد. هادشي اللي قالوا شي حاجه اخرى ما كايناش، ما نقولوهمش ما قالوش، راه خليونا شي شويه غير نبان لنا الضوء، باش على الاقل مسؤولين اللي من ضمنهم ولا بدا كاين كفاءات ومن ضمنهم كاينين الناس اللي هما نزهاء، يفيق الضمير ديالهم ويبقاوش غاديين بينا الهويه، لانه ملي كتجمع مجموعه كتبدا غاديه ربما ما كيتسمعش لهذاك اللي عنده ما يقول، ما كيتسمعش لهذاك النزيه، ولا هذاك النزيه باش يبقى في ديك المجموعه كيضرب الطم وكيخلي الامور غاديه للهاويه، لان بلادنا اليوم كتعرف ازمه مركبه، سياسيه بنيويه، اقتصاديه، باقي الريع، باقي استغلال النفوذ، باقي الاحتكار، وباقي سيدي القضاء ما كيخليوش يشتغل. العرقلة ديال القضاء باش ما يكونش، علاش اليوم قضايا اللي باينه فيها جرائم اقتصاديه وغيرها ما كتمشيش؟ اذا سمحوا لي، المغاربه قالوا لكم بالعربيه التعراب النهضه الكرويه، بغينا تولي نهضه سياسيه حضاريه اجتماعيه، بغينا ناس زوينين كيموتوا على بلادهم وكيعرفوا اش كيديروا، هادو كيلعبوا كره كيلعبوها مزيان، اللي كيديروا السياسه يديروها مزيان. وشنو هي السياسه ديرها مزيان؟ هي ديرها باخلاق، وان المؤسسات ديال الدوله تكون في خدمه الشعب. هذا الشعب عيا ما يغوت، وبغيت الطريق دخلوه للحبس، وبغيت السبيطار سكت، وبغيت الماء ما كاينش كيفاش، وبغيت شويه تنقصوا من الغلاء ما كاينش. بالنسبه ليا بغينا فريق وطني سياسي يكون قلبو على البلاد ويدير مجهوده ويدير التضحيات الكبيره باش يمكن لنا نتوجو. مع كل الاسف الاختيار ديال الحكومه اليوم ليبراليه متوحشه، انها كتبع توصيات صندوق النقد الدولي، وراه حد قالت البارح يعني المسؤولين كيقول لك حنا دابا راه باش نقترضوا، لانه الميزانيه ديال 23 المداخل تقريبا 300 يعني مليار ديال الدرهم، ولكن المصاريف 400 مليار ديال الدرهم، عندنا فرق ديال 100، ملي غنجيبو غنقترضو عاوتاني غنتسلفو باش عاوتاني نفقدو السياده الماليه والسياده ديالتنا كامله، غادي نقترضو. هما قال لك راه باش يسلفونا هاد الناس راه خصنا نطبقوا توصيات ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. اش كيقول الصندوق الدولي؟ كيقول لنا بالحرف خاصكم تصلحوا المؤسسات والمقاولات الكبرى. ماذا يعني الاصلاح؟ الخصاصه، حنا الخصاصه راه ما بقى لنا ما نبيعوش، نبيعو حوايجنا، راه ما بقى ما يتبع، راه الدوله خصها تبقى عندها سيادتها وتبقى المقاولات الكبرى المؤسسات الكبرى ديال البلاد. ما تتكلموش على التأميم، ولكن الدوله تبقى حاطه رجليها لانها اساسيه هادشي، والا غادي نفقدوا السيطره على كل شيء. كيقول لك خصكم اصلاح مالي، حتى حنا كنقولوا اصلاح مالي، ولكن ماشي هو داك اللي بغى صندوق النقد الدولي، حنا بغينا اصلاح مالي، ابناك ديالنا تخدم شفافيه، تمول المشاريع ديال الشباب حتى هي تساهم في استثمارات ديال البلاد وتخدم، ماشي تبقى مقابله غير مالين الفلوس هما اللي كتسلفهم ولا يعني كتخدم شي مصالح وحده اخرى. صندوق النقد الدولي باغي التعويم ديال الدرهم، شكون اللي حابس التعويم ديال الدرهم؟ هو اللي بنك المغرب، لان هذاك الشيء غادي يفتح علينا مطبات ما كتصورش في البال. ولهذا التوازنات الماكرو اقتصاديه اللي محافظين عليها راه كاين شي رجالات في جهات اخرى حابطين شي شويه. وثم كيقول لك اسيدي خصكم اصلاح ضريبي، فرحنا من الاصلاح الضريبي، بغيناه من اجل توسيع الوعاء وانه تكون ضريبه تصاعديه ونديروا ضريبه على الثروه ونعطيو للشباب امكانيه باش ينطلقوا ويزيد من هنا. قال لك لا، الضريبه هي تعطي هدايا للمقاولات الكبيره وتدور مع البرجوازيه، هادشي اللي تدار شي شويه منه في هذا. كيف ما كان الحال حنا خصنا نفهموا مزيان اش كيوقع في بلادنا باش يمكن لينا نديروا الجواب. اليوم حنا خاص بلادنا تحمي راسها باش تخرج من من, من باش تفرض عليها سياسه ديال التقشف، ولا تفرض عليها سياسه ديال الانفتاح ماشي في صالحنا، ولا تفرض علينا نحلوا الباب للاستثمار بلا 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 حباسات بلا حتى شي حاجه. بلادنا خاصها تحمي راسها وتمنع راسها، وباش غادي تحمي راسها وتمنع راسها خاص المسؤولين على البلاد يخرجوا من المنطق ديال النيوليبراليه المتوحشه. علاش؟ لانه اكبر واحد ليبرالي اليوم مفكر اللي هو توما بيكيتي، كتب يعني واحد العدد ديال الكتبه، كتب الكابيتال في القرن 21، كتب كابيتال ايديولوجي، وكتب واحد الكتاب في اخر السنه اللي ماضيه كيقول بسرعه طبقوا الاشتراكيه. الاشتراكيه ماشي بالاشتراكيه المفهوم الايديولوجي، ولكن كيقول هذاك الشيء اللي قالت لكم الاشتراكيه خصكم ديروه باش تقلصوا الفوارق المجاليه والمناطقيه، باش يمكن لكم تمشيو للتوزيع العادل للثروه. خاص اصلاح ضريبي، خاص الشباب اللي كيتخرج من المدرسه نعطيه واحد المنحه ديال الفليسات باش يديماري، ماشي يبدا بالسلف، يبدا يتسلف من البنكه وتتبعوا البنكه مورا 6 شهور تسد ليه المقاوله ديالو. هذا الشيء هو اللي خصو يدار، وهذا الشيء اللي بغينا انه يعابه المسؤولين ديالنا، لان مورا كوفيد
استكشف الحجاب على العالم كيفاش داير، وفهمنا شكون اللي كيجري الخيوط والصورات ما فوق وطنيه. بغينا انه هاد الناس يفهموا بانه راه اتونسيون راه ما يمكنش، وغدا هاد العالم الذي يدار بالتخويف لامبير دو لا بور، هاد العالم الذي يدار بالتحكم في وسائل الاعلام والكذوب على عباد الله باش يخلوا لنا حنا غير مخلوعين وغير جالسين كنقفقفوا، هاد العالم هذا مسؤولين ديالنا. الا عندهم شي قلب على البلاد وبغاو يديروا بحال الفريق الوطني سهل انهم يخدموا المصلحه ديال البلاد وانهم يمنعوا هاد البلاد هذه ويصونوها بركه من انفتاح الغير معقلان، وانه يعطيو الجهات المهمشه امكانيه باش تهض باش 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 تنهض، ويعطيو الامكانيه باش جوج حوايج نهض في البلاد: التعليم العمومي والجامعه العموميه المجانيه الجيده باش كلشي يقرا وكلشي تعطاه تكافؤ الفرص، والصحه الجيده، هاد الحمايه الاجتماعيه اللي دايرين خصهم يطوها باش المغاربه كلهم يستافدوا منها. حنا بغينا الحمايه الاجتماعيه، بغينا الدوله الاجتماعيه، ولكن بالامكانيات المتواضعه والضئيله ديال البلاد وبهذا التصرف ديال المسؤولين. حنا ما تيبان ليناش بانهم غادي يوصلوا هاد الناس لشي دوله اجتماعيه، تيبيعوا لنا الوهم وحنا انا غادي نديروا لك كارد لامو 22 مليون هي، ولكن بغينا فين الدواء وفين اتصال الكرامه ديال المغاربه والصيانه ديال الكرامه باين كيفاش غادي تدار من المدرسه العموميه المجانيه والصحه العموميه المجانيه ومزيانه وجوده عاليه، واحد العدد ديال الامور، ونهضوا بالجهات ونفتحوا الامل ونصونوا الحريات والحقوق ونبنيوا الديمقراطيه اللي ما بقى حتى واحد يتكلم عليها.